مرحبا. رجعت درجات الحرارة لمعدلاتها السنوية بدءا من اليوم بعد موجة السقيع يلي ضربت مناطقنا بالأيام الماضية واللي تركت خسائر كبيرة بالمزروعات بمناطق عكار والبقع، والجليد أتلف الشتول والبراعم وحولها لما يشبه الأرض المحروقة، وناشد أصحاب الأراضي المسؤولين التعويض عليهم بأسرع وقت ممكن. كذلك غطت الثلوج منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية بسبب تأثير كتل هوائية باردة قطبية على المناطق، وحذرت السلطات المحلية السكان من التنقل بالسيارات إلا للضرورة لتفادي الحوادث المرورية اللي ممكن تصير بظل الغطاء الجليدي على الطرقات ودرجات الحرارة المتدنية. وبالعودة لطقسنا، طقس شتوي متقلب نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط مع انحسار كتل هوائية القطبية عن لبنان. الحرارة معتدلة بالنهار ومنخفضة خلال ساعات الليل، رطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة المياه 17 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم بسحب مرتفعة وتكون ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، وبيتحول مساء إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج اعتبارا من 1300 متر خلال الليل للسبت الأحد، وبيبقى خطر تكون الجليد على الطرقات بالمناطق يلي بتعلى عن 1000 متر خلال ساعات الليل والفجر. سوء أعمالكم. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 10 وبالبقى درجة تحت الصفر على المرتفعات 2 وبالأرز 4 تحت الصفر. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من شان 10، جبل محسن 15، الزعرور 11، والمختارة 12، ودير قانون 15، مارون الراس 11، أرنون 11 قلنا، ومن بعد ريق 11، وعرسال 8، وجباب 13 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و70%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح من 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفه سوا. اليوم تتراوح بين 10 و16، ونهار الأحد بين 11 و17 درجة، ونهار الاثنين بين 11 و18 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الرياض 14، عمان 12، دمشق 13، بغداد 14، ومن بعدها بننتقل للقاهرة 18، طرابلس 20، وأخيرا لندن 8. وهيدا جونا. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.